Ini dari anak-anak di sini tidak besar. Tidak besar. Tidak besar. إذا نتكلم عن إحنا كيف بننظر لما نتكلم عن system with other with external environments or other systems in the surrounding of this system. هنيجي نشوف the system إذا from two perspectives or two views اللي عبارة عن environment with engineering systems, boundaries with focusing systems. و هنتكلم عن هذا السيستم اللي هو عبارة عن focusing system نروح نعمل له engineering system models ونروح نشوف behavior. طبعا لما نتكلم عن behavior بالنسبة للسيستم هذا behavior ممكن أبشره ممكن نعيش من خلال أما functions أو physical structures بالنسبة للعالم عن behavior بالنسبة للسيستم. أيضاً بنروح نشوف الـ structure of the system, how the system works, what are the objectives in the system, how are the objectives organized. وبنروح نشوف الـ external, أيضاً بالنسبة لـ our bounded systems. بنروح نشوف بنفس الطريقة أيضاً الـ behavior و الـ structures. إذا كل اللي عملناه هنا عملنا إيش؟ separation concept. بين external وحدهم وبين internal وحدهم the same dimensions of design. هنا behavior, behavior, structure, structure. ونرجع نشوف العلاقة بين الوتس الاوتبوتس الكونسبتس اللي ممكن تنشا والكونسبتس ونقول قرارات حتى يكون عندي تصميم بشكل اسهل. لا بس ستراكشر ايش تقول يعني؟ ها؟ لا بس ستراكشر. ماذا؟ ايش يعني؟ الستراكشر بالنسبة لهذا السيستم ايضا السراوندينج انفايرمنت. لا بس ستراكشر. بس لا بس ستراكشرز ها؟ هذه خلاصة نسويها. يعني لما نجي نخلص من الـ requirements phase ايش اللي هنعمله؟ هنجي نحول الـ requirements هذه into specification, functional specification. نسميها ايش؟ abstraction من هذا الفيس. يعني كل شغلنا اللي عملناه هنا ايش الخلاصة منه؟ هذا نسميه abstraction. الـ abstraction اللي جاي من كل الفيس. مو قاعد نسميه. ونعمل طبعا عمليه الفاليديشن التحقق بالنسبه للسيستم بالنسبه للانفايرمنت. فاليديشن هنا جاي طبعا الانفايرمنت هنا جاي للسيستم لان الفاليديشن الخاص فيه ونقارن المرحله اللي وصلنا لها الاوبجيكت اللي احنا وصلنا لها عمل مع الريكوايرمنت بالنسبه للسيستم او بالنسبه للانفايرمنت. فانكشن بيفور فيزيكال يعني قبل ما تفكر بالستراكشر بالنسبه للنظام بالباث اللي بيتكون من النظام تفكر بايش؟ بالوظيفه. هذا اسهل في التصميم دائما لانه لما تفكر بالفانكشنز ممكن توصل للستراكشر بشكل سهل، بس لو تفكر بالعكس بالفيزيكال بالفورم بالسيستم مش يعني قد توصل لشيء بفورم معين لكن قد ما توصل للوظيفه. We promote the description of systems in two orthogonal ways. Orthogonal دائما هو عبارة عن متعامل يعني طريقين يكون عندي متعامدين. هذا ممكن يكون عندي هو عبارة عن functions. هذا هو عبارة عن structure لنبني السيستم. إذا نفكر بالسيستمز from functions and from architectures or structures. طبعا لما نفكر بالستراكشرز نفكر في كيف يحقق الوظيفه دائما. لما نفكر بعندي شكل فورم الفيزيكال احاول اشوف كيف هذا يؤدي الوظيفه. فانكشن شكل هو ديزاين. اذا هنا بالنسبه كيف بنعمل وفقا لهذا المبدا بنروح نفكر بموديل بيهيفير. يعني لما نتكلم عن اليفيتورز كيف نصمم هذا الاليفيتور؟ سنتمرن العربه بالنسبه للاليفيتور وبعدين نشوف السيناريوز المختلفه اللي ممكن نتبعها علشان نوصل للفانكشن. ممكن السيناريو يكون عندي عباره عن انه اليوزر يستدعي العربه هذه في عندي كيس واضحه باي دور هيربط يوصل. ممكن يجي يشوف امرجنسي لو في امرجنسي ايش يحصل؟ انه يجي المينتنس راح يصلح. يعني نبدا نشوف السيناريو المختلفه علشان نفكر في كل الاحتمالات اللي ممكن الفانكشنز المختلفه للسيستم تعطي السيستم كفو او ريلايبل. ما نفكرش في حاله واحده، لازم نفكر في كل الاحتمالات اللي ممكن تكون في السيستم.
هذا نفس الشيء عندنا بنعمل دائما السيستم بهيفير موديل. هنتكلم عن السيستم بهيفير في هذا السلايد، هنتكلم عنه من ناحيه الفانكشنال ومن ناحيه الاستراكشر، وبعدين نشوف ايش السيناريو. سيناريو معناته بنعمل كذا الاحتمال هذا ونرتبه كانه عندي يعني ستوري، نشوف تبع الاحداث من الخطوه الاولى الى اخر اذا اخر خطوه كتبتين، هذا نسميه السيناريو. اذا احنا نعمل اكثر من سيناريو، اكثر من احتمال بالنسبه للبيريال سيستم، نروح نعمل مابينج. اذا هنا هي عندنا سيستم ستراكشر نمبر 2، هنا عندنا سيستم ستراكشر نمبر 1، بعدين نشوف السيستم ديزاين الترنتيف وفقا لهذه هي عباره عن البديل الاول التصميم، اذا البديل الثاني التصميم، نروح نعمل ايفالويشن لهذه البدائل وفقا لمن للرينكينج، ان نعمل ايفالويشن، نعمل رينكينج، بعدين سورتينج لهذه الترنتيف ونشوف ياخذ ديزاين بيخرج معنا ديزاين واحد. نعم بيخرج عندك ديزاين الترنتيف. البنفيتس اوف فانكشن كو ديزاين، اولا بيكون ماتش ايزير موديفيكيشنز اوف ذا ديزاين اوف ذا سيستم ليفلز، بيكون عندي دائما سهل واخلع عمليه التصميم للسيستمز في المستوى النظام نفسه مش السب سيستمز اور كومبوننتس، مور افكتيف اكسبلوريشنز اوف الترنتيف سوليوشنز، اذا بيكون في عندي اختبار البدائل بشكل سهل، و reuse of micro components ايضا بيكون عندي امكانيه ان نستخدم البدائل يعني باي نوت باي بروديوسر. لاير ابروتش تو ديفلوبمنتس، اذا دائما بيكون عندي بريد بيفور ديف، اذا دائما بنحاول نشوف السيستمز وهذا السيستمز عندي ماي فانكشنز دائما بيكون اوبجيكتيف بدون ما نشوف نقدر نفكر في داون للسب سيستمز والكومبوننت، نقدر ننظر حق الهوت سيستمز وبعدين ننظر انديب. اذا كنا ننظر باتجاه بريد الاكزيستنس للسيستم حتى لو هذا السيستم اكسس نعم بريد مينز اكزيست يعني تحقق انه هذا السيستم ممكن يكون ولا لا في البدايه قبل ما افكر في السب سيستم والكومبوننت. اذا هنتكلم عن هذا هو طبعا اللايرز، معناته احنا نفكر توب داون، هنبدا نتكلم عن السيستم ليفلز، هننتقل للسب سيستم ليفلز، نحتاج نعمل بيناتهم ايش؟ انترفيرنس يعني من السب سيستمز حتى هم بيخدموا في الاخير في سيستم عام، فلازم ننقل الاكشن حقهم لهذا السيستم، لازم نصمم انترفيس. وبعدين راح ننظر للكومبوننتس ليفل نشوف ايضا نحتاج انترفيس between these components and subsystems. بعدين نروح ندرس طبعا نعمل star requirements بهذه الصوره نعمل decomposition وبعدين نعمل الفيدباك اللي هو نفس الـ evaluation زي الـ reflection validation test، بعدين نعمل نشوف الـ components ونحقق الـ requirements للـ subsystems والـ system as a whole ونرجع نروح بعدين نشوف ايش سيستم ايريال. السيستم ايريال هذا نروح نعمل له مابينج مع الاستراكشرز وبعدين نروح فلو داون بهذا الشكل للسب سيستمز الانترفيرنس للكومبوننت بنفس الطريقه نروح نعمل السيستم فاليديشنز. اذا بهذه الصوره هي عباره عن ايش؟ لايرز ريكوايرمنت مودلز وفيريفيكيشن امبلمنتيشن نسميها فيريفيكيشن اند كواليفيكيشن بالنسبه للانتجريشن بروسيس. وبهذه الصوره ايضا الافقيه نسميها عباره عن ايش؟ لا فديفلوبمنت بروسيس هي عباره عن ايش؟ لاير ابروتش. كنا وصلنا نشوف لك لعبة